للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر سكايب من الجزائر الدكتور حميد علوان أستاذ الاقتصاد. دكتور صباح الخير، أولا أبرز معالم ميزانية دولة الجزائر لعام 2023. شكرا جزيلا، تحية سلام وصباح سعيد للمشاهدين ولكم، وشكرا على الاستضافة. أولا يجب أن نعلم بأن توصف هذه الموازنة في الجزائر هي الأضخم في مجال إنفاقها في تاريخ الاقتصاد الجزائري، وأبرز ما جاء فيها هو أنها كانت تعتمد بالدرجة الأولى على كتلة كبيرة جدا في مساعدات اجتماعية في شكل أجور، في شكل منح بطالة، في شكل منحة التقاعد، ووصلت إلى غاية الأرقام مهولة جدا، وصلت إلى غاية 4000 مليار دينار، وهذا ما يقلق ربما بعض الاقتصاديين والمحللين الاقتصاديين، لأن ميزانية الإنفاق وما يسمى بميزانية التسيير هي أكبر بكثير من ميزانية التجهيز. ومن هنا هذه الموازنة، ربما المشرع الجزائري بالدرجة الأولى بنى هذه الاستراتيجية على أساس أن هناك مشاكل في القدرة الشرائية للمجتمع الجزائري ومعدلات التضخم المستوردة، لأن الجزائر تعتبر دولة تستورد معظم موادها الأولية والخدمات من الخارج، ونعلم كلنا بأن هناك معدلات تضخم كبيرة على مستوى العالم، ومن ثم هذه المعدلات أدت إلى تدهور قيمة الدينار، ومن ثم القدرة الشرائية والارتفاع العام لمعدل الأسعار. ومن ثم أظن بأن الجزائر اليوم بناء على أن هناك كذلك شيء إيجابي جدا، وهو ما بنت عليه الحكومة الجزائرية هذه الموازنة، هو أن هناك مداخيل بالعملة الصعبة للجزائر من جراء إمداداتها من الغاز وكذلك ارتفاع أسعار البريل. ولذلك الجزائر تنبأ بأن في آخر سنة 2022 ممكن تكون مداخل الجزائر تصل إلى حوالي 57 مليار دولار، والكل يعلم بأن هناك جباية بترولية في الجزائر تعتمد في الإنفاق العام، وهي تتجاوز حدود 30% من الموازنة العامة. إلا أن هناك ربما بعض المآخذ على هذه الموازنة، أن هناك عجز كبير يصل إلى حوالي 45% من الموازنة العامة، وهذه الإشكالات كيف ستعالجها الحكومة مستقبلا، لأنها اعتمدت هذه الأهداف أو ما يسمى بالأهداف، وتظهر الكفاءات مختلف القطاعات على أن تكون أهداف مسطرة مسبقا، وما هي الاعتمادات لكل قطاع وتفضيل قطاع على قطاع. ربما في هذه الموازنة سنة 2023 اعتمادا على أن الجزائر تتنبأ وخبرائها ومستشاريها على مستوى الحكومة يتنبؤون بأن هناك معدلات نمو ستكون ترتفع بالتدريج من سنة 2023 لغاية سنة 2025، بحيث تتراوح من 4.2% إلى حوالي 5%، وهذه تقديرات، كلها تقديرات. أظن بأن هناك أسئلة تطرح في الأشهر القريبة من سنة 2023، سنرى ميزانية التجهيز، هل فعلا هذه الميزانية ستخرج؟ طيب دكتور علوان، ما الذي دفع الحكومة الجزائرية إلى إعطاء هذا الرقم العالي في الموازنة كما قلت حضرتك اليوم، في ظل مجرد تكهنات بارتفاع المداخيل؟ ما هي الأسباب التي دفعت الحكومة إلى اعتماد هذه الموازنة وهي مداخلها أقل من هذه الإمكانيات؟ أولا تعتمد الجزائر بأن مديونتها الخارجية صفرية، وأن ستكون لديها ما يسمى احتياطات صرف، لأن ليست مجرد تكهنات، وإنما هناك جزء من الحقيقة، لأن الكل يعلم بأن إمدادات الغاز ارتفعت بحوالي 400% باتجاه أوروبا. مثلا إيطاليا كنا نمدها بحوالي 12 مليار متر مكعب، اليوم نتكلم على 30 مليار متر مكعب، وهذا في سنة 2023 لغاية سنة 2024. إذن أنت تعلم بأن أسعار الغاز ارتفعت في السوق العالمية، وربما المفاوضات مع هذه الدول الأوروبية سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ومن ثم ستؤدي إلى ارتفاع مداخيل الجزائر من الغاز. والبترول اليوم يتجاوز يتجاوز 90 دولار للبرميل، ومن ثم مداخيل الجزائر تضاعفت ربما مقارنة بسنة 2020 3 مرات. ومن ثم أظن بأن هناك جزء من الحقيقة
لكن لا يجب أن تكون بهذه الطريقة، لأن لما تعتمد كتلة أجور تكون أكثر من ما يسمى أنفلوب أو ما يسمى بغلاف مالي لميزانية التجهيز أنها تكون أقل، هذا هو ما يعاب عليها من الناحية الاقتصادية. لكن أظن بأن الجزائر تعتمد كذلك على أنها ستدفع بصادراتها وأنها تطور اقتصادها.